نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي ينبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف معمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي آمين لك يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا آمين كيريا لايسون كيريا لايسون كيريا لايسون Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 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 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Ya Rabbo Raham, Kyrie eleison, Kyrie evlogison, kudus, 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 Rabb al-Sabaot, السماء والأرض مملؤتان من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل. أيها الثالوث قدوس ارحمنا. أيها رب إله الكوات كن معنا. لأنه ليس لنا معين شدائدنا وضيقاتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا. التي صنعناها بإرادتنا، التي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة، والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا مجل اسمك القدوس الذي ضاي علينا كرحمتك يا رب ولس خطيانا وطاي وطاي ونمو انتي بانجياتريا سفيوت نمبشيري نمبب نفمع صواب اوهيريني نمو كو تجنتي اوه ما فاتس صواب إن كاثوليكين أبسطوليكين إكليسيين تبنوتي أمين Remember, O Lord, those who have brought to you this gift, those on whose behalf have been brought, those by whom have been brought, give them all the heavenly reward. Lord, have mercy. Hallelujah, Ek esot enen moit, efes morot en jefiet nioch en efran, emeb shoy se a ale. شيرين ببنف ما سوا منوتي نوت في زمار وقوت انجيب نوتي في يوت بي بانتو كراتور آمين في زمار وقوت انجيب في منوغانيس انشيريسوس بيخريستوس بن شايز
Batir agion, sinseon sagion, sinibne magion, amin, flogitos, kirion, sonseon sestos, eonas, amin, es nostiros, moepsois, marois, moerovincilla, ostiro, jebem naita glorie. Our Lord God and Savior Jesus Christ, we thank you for everything concerning everything and in everything, for you have covered us, helped us, accepted us to yourself, and brought us to this hour. واقبل إلي سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين وأن يحفظ لنا وعلينا حياة وقيام أبينا الباب المعظم الأنبات ودروس الثاني وشريكيه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف الأنبا مينا وأبينا الأسقف الأنبا مار واجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسراره المقدسة المباركة لمغفرة خطايانا يا رب ارحم من أجل هذا نسأل واطلب من صلاحك يا محب البار نحن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان وطناس العشاق يا مدال خبينا والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن هذه المائدة عن موضوعك المقدس هذا عن مصالحاتنا فعاد فرزقنا يا لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان دوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو نيسان
فممكن سأل واحد رحيل المقدس الجامع رزق أفواه الإثنى عشر فمن نظري ماري ماركوس أو القديس معلم الصور القديس أزاناسيوس الرسول القديس بطرس خدم رئيس الكهنة قديس يوحنا زهبي الفهم قديس كيريلوس قديس بسير قديس أفواه سلس من السنة عشر نبوة منيقة من خمسة مدينة قسطنطينية والمئتين فم أبي البطرك البابا أنبا تودروس التين شيخ في الخدمة الرسولية أبي الأسقف أنبا مينا فم حقارة لأنهم بارك اسم الدوسة الآب والابن روح القدس لأن كلهم ده الدور أمين إن بنيوت الطيوت نقر شيء رفس بابا أنبا تودروس نم بنيوت ابس قبوس أبا مينا نم بنيوت ابس قبوس أبا ما Amen. Ati esota. Yeah.
Arshian gelos eth owef gabereil bifayshin nufi epshoy sare motnan biko evolenten novi. Marut Yusuf bi Hamshe Nemthi Thawab Salumi Epshoy Sare Motnan Biko Evolenten Novi. Siente beceo rimo se neva ange listi Marcos di apostolose epsoi sare motnan biko evolenten novi. Sienten yatlo forose martiros besoise urugi urugi theodoros setaratin letis ilobatir mercurius abamina inteni vayate Epshoy sare motnan biko evolenten novi. Siente naso y senio tiemainu chiri avantonios nem ava bable nem bisom tetuab mekarios ava yo anis bicolofos ava bisoy betmi birom telios maximus. Nim dometius nim begorit ueva ba mose
ابشوي صاري مطنان بيكو ايفولنتين النوبي Siare bon kim benyote ta yoten arshi erevse baba avatawadur nim benyoten ebesko bosava mina nim benyoten ebesko bosava makar e epso فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل روميا بركاته فلتكن معنا أمين. إذن ما هو فضل اليهودي أو ما هو فضل منفعة الختان؟ عظيم على كل وجه. أما أولا فلأنهم استؤمنوا على أقوال الله، فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا، كما هو مكتوب لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حوكمت. ولكن إن كان ظلمنا يثبت بر الله فماذا نقول؟ ألعل الله الذي يجلب الغضب ظالم؟ قلت هذا بحسب الإنسان، حاشا، فكيف يدين الله العالم؟ فإن كان الله صدق الله قد صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده، فلماذا أدان وأنا بعد كخاطئ؟ أما كان يفترى علينا وكما يزعم قوم أننا نقول لأننا نفعل السيئات لتأتينا الخيرات؟ أولئك الذين دينونتهم عادلة، فماذا لنا إذن؟ أنحن أفضل؟ كلا البتة، لأننا قد شكونا أن اليهود واليونانيين أجمعين تحت الخطية، كما هو مكتوب أنه ليس بار ولا واحد، ليس من يفهم، ليس من يطلب الله. ألعل الجميع ذاغوا وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. حنجرتهم قبر مفتوح،
قد مكروا بلسانهم، سموا الأفاعي تحت شفاههم، هؤلاء الذين أفواههم مملوءة لعنة ومرارة. أرجلهم سريعة إلى سفك الدم في طرقهم الانكسار والشقاوة وطريق السلام لم يعرفوه. ليس خوف الله أمام عيونهم، ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستدوا كل فم كل واحد ويصير كل العالم تحت حكم الله، لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية، وأما الآن فقد ظهر بر الله بدون الناموس مشهودا له من قبل الناموس والأنبياء، وبر الله الذي بالإيمان بيسوع المسيح في جميع الذين يؤمنون، لأنه لا يوجد فرق، إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله متبررين مجانا بنعمته بالخلاص الذي بيسوع المسيح، الذي سبق الله وقدمه كفارة بالإيمان بدمه لإظهار بره من أجل مغفرة الخطايا السالفة، بإمهال الله لكي يظهر بره في هذا الزمان الحاضر ليكون بارا ويبرر من الذين من الإيمان بيسوع المسيح. فأين الافتخار إذن؟ قد انتفى. بأي ناموس؟ بناموس الأعمال؟ كلا، بل بناموس الإيمان. إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس، أما الله لليهود فقط وليس للأمم أيضا؟ بلى، للأمم أيضا، لأن الله واحد، وهو الذي سيبرر الختام بالإيمان والغرلة بالإيمان. أفنبطل الناموس بالإيمان؟ حاشا، بل نثبت الناموس. نعمة الله الآب فلتحل على جميعنا، أمين. الكاثوليكون، فصل من رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى، بركاته على جميعنا، أمين. الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة، فإن الحياة أظهرت لنا وقد رأينا ونشهد ونعلمكم بالحياة الأبدية التي كانت عند الآب وأظهرت لنا. الذي رأيناه وسمعناه نبشركم به لكي يكون لكم أيضاً شركة معنا. وأما شركتنا نحن فهي مع الآب وابنه يسوع المسيح، وهذا ما نكتبه إليكم لكي يكون فرحكم كاملاً. وهذا هو الوعد الذي سمعناه منه ونبشركم به، أن الله نور وليس فيه ظلمة البتة. فإن قلنا أن لنا شركة معه ونسلك في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق، ولكن إن سلكنا في النور كما هو ساكن في النور فلنا شركة لبعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا، وأن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. وإن قلنا إننا لم نخطئ نجعله كاذبا وكلمته ليست فينا. يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا، ليس لخطايانا فقط بل لخطايا كل العالم. وبهذا نعلم أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه. من يقول إني قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. وأما من يحفظ كلمته فحقاً في هذا قد تكملت محبة الله. بهذا نعلم أننا ثابتون فيه. من يقول إني ثابت فيه ينبغي له أنه كما سلك ذاك
هكذا يسلك هو أيضاً، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، العالم يمضي وشهوته، وأما الذي يصنع إرادة الرب فهذا يدوم إلى الأبد أمين. شرثي إطاس جيمي الإبراكسيس فصل من خصص أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس، بركة صلواتهم وطلباتهم فلتكن معكم ومعي يا أبائي وإخوتي أمين. ولما كملت له مدة 40 سنة من الزمن خطر على قلبه أن يفتقد إخوته بني إسرائيل، وإذ رأى واحدا مظلوما دافع عنه وأنصف المغلوب إذ قتل المصري، وكان يظن أن إخوته يفهمون أن الله على يديه يعطيهم خلاصا، وأما هم فلم يفهموا،
وفي الغد ظهر لآخرين وهم يتخاصمون فساقهم للصلح قائلا: أنتم رجال أخوة، لماذا تظلمون بعضكم بعضا؟ فدفعه المعتدي على صاحبه قائلا: من أقامك رئيسا أو قاضيا علينا؟ أتريد أن تقتلني كما قتلت أمس المصري؟ فهرب موسى بسبب هذه الكلمة وصار غريبا في أرض مديان، حيث ولد له هناك ابنان. ولما كملت 40 سنة ظهر له ملاك في برية جبل سيناء في لهيب نار عليقة، فلما رأى موسى الرؤية تعجب، وفيما هو يتقدم ليتأمل صار صوت الرب قائلا: أنا هو إله أبائك، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فارتعد موسى ولم يقصر أن يتأمل، فقال له الرب: اخلع نعل رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، قد رأيت عيانا مشقة شعبي الذين في مصر وسمعت أنينهم ونزلت لأخلصهم، فهلم الآن لأرسلك إلى مصر. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين. في هذا اليوم تعيد الكنيسة بتذكر أعياد البشارة والميلاد والقيامة، وهي من الأعياد السيدية الكبرى، وتكون الصلاة في هذا اليوم بالطقس الفرحي، ويمنع الصوم الانقطاعي والمطنيات. بركة مخلصنا الصالح فلتكن معنا، أمين. في مثل هذا اليوم من سنة 19 للشهداء 303 ميلادية استشهد القديس أثناطيوس الأسقف وغلاماه جراسيموس وثاؤنيتوس. كان الأسقف أثناطيوس رجلا فاضلا غيورا على الإيمان المسيحي، فوشى به الوزير أنطونيوس لدى أريانوس والي أنصنا بأنه مسيحي، فاستحضره الوالي وعذبه بعذبات كثيرة، وكان يزداد ثباتا واعترافا بالسيد المسيح، فغضب الوالي وأمر بقطع رأسه. أما الغلمان فقد عذبهما الوالي بالضرب والتعليق وغير ذلك. أخيرا أمر بقطع رأسيهما، فنال الجميع أكاليل الشهادة، وجاء بعض المسيحيين وأخذوا الأجساد وكفنوها، ثم وضعوها في صندوق ودفنوها بإكرام جزيل، وقد شرف الله قديسيه بآيات كثيرة. بركة صلاتهم تكون معنا، أمين. وفيه أيضا من سنة 520 للشهداء 804 ميلادية تم نقل جسد القديس العظيم يحمس القصير من القلزم إلى برية شهيد، وذلك في عهد البابا يؤنس الرابع البطريرك الثامن والأربعون، حيث كان قد تولى على القلزم أمير كان صديقا للأنبخائيل الأسقف، فذهب رهبان برية شهيد وهم يلبسون ثياب العرب فوق ثيابهم، ودخلوا إلى القلزم وأخذوا الجسد ليلا ومضوا به إلى دير القديس مكاريوس الكبير، فأدخلوا بالتراتيل وتباركوا منه، ثم مضوا إلى ديره حيث وضعوا بإكرام جزيل. بركة صلواتهم تكون معنا، ربنا المجد دائما أبديا، أمين. Agios Asanatos
سو اكبر سينو جنتيس الي سونيماس sector necron ke anelton estos uranus elei sonimados Agiatreias eleisonimas Shmin Kipi prosef kistas itirine pa المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القديسين ورسل الأطهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اجتمعوا ليروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا أما أنتم طوبى لعيونكم لأنها تبصر لأذانكم لأن تسمع نستحق أن نسمع ونعمل بأناجيلك المقدسة بطل بط صلوا من أجل الإنجيل المقاد يا رب ارحم سيدنا كل الذين أمرنا نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا الذين رفعوا إليك يا رب إلهنا الذين سبقوا ورقضوا يا رب نيحهم مرضى شعبك اشفيهم أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا قياماتنا كل Eh.
انتي Choice alleluia maruchas in et ecclesia in tebe fleos. O manois moero fit que se dra in tenebres venteros. Je afco in omit yot eme friti in han eso u. Ev e navin geni et soto no o ev e o no. For King James, I saw an F. O. Menesi. In Thokbev, O. Web Shiny, Gata et Taxi, Simil, she said, Dick Alleluia. Baba, Vata, Wadros, Bima. Benyot nebiskobos avamina. Benyot nebiskobos avamina. Shaysef e are e beten onche Alleluia, Alleluia, Isot bechristos ebshiri e mefnoti ave. Ζητή με τα βόβο Θεό, ακόσο μεν το Άγιο. خافة الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة معلمنا ماري متى الإنجيلي البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع Open sutiro monoro tireni Jesus via Christos epshire amevnoti et onch
بيون بشايني بيوفا بنوتي بي دوكسا سيكيري أبينا داود النبي بركات علينا مين من جيل إلى جيل هي سنوك وأنت يا رب منذ البدء أسست الأرض السماوات هي أعمال يديك هي تبيد وأنت تبقى فليرفعوا في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل الأبوة مثل الخراف يبصر المستقيمون فيفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت والكاهن إلى الأبد على تقسيم الكسادك هللويا الرب عن يمينك يا أبانا الطاهر البطريرك المعظم الأنبات ودروس الثاني وشركيك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مينا وأبينا الأسقف المكرم الأنبا مقار الرب يحفظ لنا حياتكم باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد على جبل الزيتون تقدم إليه تلاميذه على انفراد وحدهم قائلين قل لنا متى تكون هذه وما هي علامة مجيئك وانقضاء هذا الدار فأجاب يسوع وقال لهم انظروا لا تدعوا أحد يضلكم فإن كثيرين سيأتون باسم قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين سوف تسمعون بحروب أخبار حروب انظروا لا تضطربوا لأنه لابد أن تكون هذه ولكن ليس المنتهى بعد لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة وتكون زلازل ومجاعات وأوبئة في كل مكان ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون مبغضين من جميع الأمم لأجل اسمي وحينئذ يعصر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويضلون كثيرين ولأجل كثرة الإسم تبرد محبة الكثيرون ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة لجميع الأمم ثم يأتي المنتهى فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس
ليفهم القارئ، فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال، والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في بيته، والذي في الحقل لا يرجع إلى الوراء ليأخذ ثوبه. ويل للحبال والمرضعات في تلك الأيام، وصلوا لكي لا يكون هربكم في الشتاء ولا في سبتين، لأنه يكون ضيق عظيم في ذلك الزمان لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون بعد. ولم تقصر تلك الأيام لم يخلص جسد، ولكن لأجل المختارين تقصر تلك الأيام. حينئذ إن قال أحد هو ذا المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات كثيرة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. ها أنا قد سبقت وقلت لكم، فإن قالوا لكم ما هو في البرية فلا تخرجوها، وفي المخادع فلا تصدقوا، لأنه كالبرق الذي يخرج من المشارق ويظهر في المغارب. هكذا يكون مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة هناك تجتمع النسور. وللوقت بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوء، والنجوم تتساقط من السماء وقوات السماء تتزعزع. حينئذ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء، حينئذ تنوح جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتيا على سحاب السماء بقوة ومجد عظيم. فيرسل ملائكة ببوق عظيم الصوت، فيجمعون مختاري من الأربع رياح من أقصى السماوات إلى أقصائها. فمن شجرة التين عرفوا المثال، متى صارت أغصانها لينة وأخرجت أوراقها تعلمون أن الصيف قريب. هكذا أنتم أيضا إذا رأيتم هذا كله فاعلموا أنه قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. السماء والأرض تزولان لكن كلامي لا يزول. والمجد لله ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. طبعا كلنا بنهني أبونا أنجيلوس بالعيد الرسامة 44، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، يعني له معزة خاصة في قلوبنا كلنا، مش بس بتوع ميسيساغا، لا بكل اللي يعرفوه اللي تعاملوا معاه من في مصر وغير مصر، ربنا يديله الصحة وطولة العمر، ونحضر العيد 50 و70 و100 إن شاء الله. النهاردة اعتادت الكنيسة في الأحد قبل نهاية العام القبطي، تعرفين أن روز الأسبوع الجاي الحد الأخير والحد اللي قبل الأخير الاثنين تتقرى نهاية العالم، كأن الكنيسة بتقول لنا يا جماعة مع نهاية السنة افتكروا نهاية الإيه؟ نهاية العالم. طبعا الموضوع ده من المواضيع اللي فيها كلام كتير قوي، كيف ستكون نهاية العالم وما هي علامات مجيء الرب يسوع. وناس كتير يمكن حددت مواعيد، وناس كتير قالت في وقت معين، وناس كتير قالت لا دي علامات بس، موضوع فيه يعني نقاش كتير. أنا كده من خلال هم نقدر نحدد ثلاث مراحل واضحين في الإنجيل اللي قريناه، ثلاث مراحل واضحين قبل المجيء. المرحلة الأولانية هي مرحلة مبتدأ الأوجاع، المرحلة الثانية هي الضيق العظيم، المرحلة الثالثة هي المجيء الثاني. ثلاث مراحل. المرحلة الأولانية هي مرحلة مبتدأ الأوجاع، تسمعون عن حروب، أخبار حروب، مجاعات، زلازل، براكين. وأعتقد أن إحنا لو فتحت أي قناة إخبارية من أول CNN لحد أحداث 24 ساعة
هتلاقي في كل نشرة حاجة من دول، مش هتعدي النشرة من غير ما تسمع واحدة من دول بيتكلموا عنها. المرحلة دي اسمها ايه؟ مبتدأ الأوجاع. لكن يرجع يقول لك وليس المنتهى بعد، إذن لسه فيه مراحل أخرى. مرحلة تانية هي مرحلة الضيق العظيم. يمكن يكون في اضطهادات موجودة ولكنها ما زالت حتى الآن في أماكن متفرقة، ما نقدرش نقول إن هي اضطهاد عظيم يضم الكل. ما زال في إخواتنا في أماكن متعددة أنتوا عارفينها بيعانوا من اضطهاد شديد، سواء بقى قتل، سواء حرق كنائس، سواء كانت مش عارف إيه، كل الحاجات دي موجودة ولكنها ما زالت في أماكن متفرقة. لم نصل بعد لمرحلة الضيق العظيم الذي يشمل الكل، ودي اتكلم عنها الكتاب المقدس كمان في سفر الرؤيا لما قال لن يستطيع أحد أن يبيع أو يشتري إلا من له سمة الوحش. ويقول كمان مين دول؟ قال له دول الآتين من الضيقة العظيمة. طب وهيعملوا إيه؟ قال لك هيبيضوا ثيابهم في دم الخروف وأعطوا مكانا، قال لك كده إيه، ارتاحوا لحد ما يكمل العبيد رفقاءكم. إذن واضح إن إحنا بنتكلم عن ضيقة عظيمة ستشمل الجميع، هيكون فيها استشهاد عظيم، وهيبقى فيها زي ما قال سفر الرؤيا لن يستطيع أحد أن يبيع أو يشتري إلا من له سمة الوحش. إذن نقدر نقول أن ما نراه الآن هو بدايات هذا الاضطهاد العظيم. البداية دايما بتبقى أماكن متفرقة وبعدين توسع وبعدين تنتشر، تاخد وقت. فنقدر نقول إن إحنا شايفين الاضطهاد لكن لسه لم يصل لمرحلة الاضطهاد الإيه؟ الضيقة العظيمة والاضطهاد العظيم. لسه ما وصلناش لدي، بس إحنا in processing زي ما بيقولوا هنا في كندا يعني. المرحلة الثالثة هي مرحلة العلامات الكونية. يقول لك بقى الشمس تظلم، النجوم تتساقط، ويأتي ابن الإنسان على السحاب ونرى علامته فين؟ في السماء. وطبعا علامة ابن الإنسان هي الصليب، ودي مرحلة لسه إيه؟ لسه قدام. السؤال اللي عايزين نسأله، هنحدد لنفسنا ثلاث مراحل لنهاية العالم. طب يمكن أنا شخصيا ما عودش لهذه المرحلة، يمكن أنا بالنسبة لي نهاية حياتي تبقى بعد ساعات قليلة، وهي دي النقطة اللي لازم نفكر فيها صح. كيف نستعد للقاء إلهنا؟ يقول لك استعد للقاء إلهك، ستعطي حسابا عن وكالتك. كل إنسان فينا معه وزنات، هيعطي حساب عن هذه الوزنات قليلة أو كتير، ولكن للإنسان لابد أنه يفكر في النقطة دي. مش عايز أقول إن إحنا في خلال السنتين اللي فاتوا فقدنا أعزاء كثيرين كانوا معانا وعدينا بأزمة كورونا، لكن ربنا سمح إنهم ينتقلوا، صغيرين وكبار كلهم نعرفهم وكلنا رحنا عزينا وكلنا وقفنا مع أهاليهم. السؤال إن كان الله سمح أن نعبر أزمة كورونا لحد دلوقتي، تزعلوا مني لو قلت بيدينا فرصة نتوب؟ بيدينا فرصة نتوب، استغل الفرصة. إن كان الله سمح إن احنا نعبر هذه الأزمة فهو عنده رجاء إن احنا نقدم توبة، هو عنده رجاء إن احنا نراجع أنفسنا ونبتدي بداية جيدة. في كل يوم لما بنصلي في الإجبية في باكر بنقول فلنبدأ إيه؟ بدءا حسنا. كل يوم نبتدي بداية جديدة، كل يوم نراجع نفسنا ماذا فعلنا مما يرضى الله وماذا فعلنا مما لا يرضى الله. حياتنا قد لا تصل بنا إلى المرحلة الثالثة، قد لا يكون لنا نصيب أن نرى نهاية العالم،
لكن من المؤكد أن هناك نقطة معينة ستكون هي نهاية حياتي أنا. هل أنا مستعد؟ هل أنا يا زي ما بيقولوا من العذارى الحكيمات ولا العذارى الإيه الجاهلات؟ آخر مرة كنت بوعظ عن المثل ده بتاع العذارى الحكيمات، كنت في ترونو هناك ترونتو في ريتشموند، على ما أتذكر ريتشموند هيل، قلت لهم النسبة مرعبة. النسبة مرعبة يعني إيه؟ يعني 50% دخلوا الملكوت و 50% إيه؟ نسبة مرعبة. المثل بيتكلم عن ناس جوه الكنيسة كلهم عذارى، كلهم معاهم مصابيح، كلهم منتظرين العريس، كلهم يعني في لحظة ما ناموا نعسنا كلهن ونمنا، لكن لما جه وقت الدخول للملكوت في ناس كان معاها زيت، ناس معاهاش. 50% نسبة مرعبة، نسبة مرعبة تحتاج ان احنا نراجع نفسنا. ان كانت الكنيسة في نهاية العام القبطي تذكرنا بنهاية العالم، فبالاولى ان احنا نراجع نفسنا عشان نعيش حياة توبة. نراجع نفسنا لان الايام شريرة، نراجع نفسنا لأن الآن وقت مقبول والآن ساعة خلاص. نراجع نفسنا لكي يكون لنا نصيب مع ربنا يسوع المسيح الذي له المجد مع أبيه الصالح الآن وكل أوان إلى ظهر الدهور. أمين. هللويا إيسوس بخريستوس بشيري مفنوتي أفتشي صاركس خنتي قار ثينوس أسماس في جيتي قار ثينوس خير بيت لي من تتيو ذي أفطن في خين بي إهو إما شوم فاي إربي أو سجن تينو نمشى نجف اسمارو تنجي افيوت نمبشي رينم بي ابن فما اف اواب تتري تن اوش تموس تنتي او ناس ان صفه يسبروس خمين كريال ايسون كريال ايسون خن اومي اسمي امين. بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى. نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماوات
الذي ليس لممكن قضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيم بصك من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والإب الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتية. الذي جبل الإنسان على غير فاسد، والموت الذي دخل العالم بحسد إبليس هذا امتاه، بالظهور المحي الذي ابنك الوحيد جنس ربنا ولأنه مخلصنا يسوع المسيح، وملأت الأرض من السلام الذين السموات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي. وعلى الأرض السلام، وفي الناس المسار. من أجل السلامة الكاملة والمحبة والقبلة الطاهرة الرسول يا رب بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك، وطهرنا من كل دنسنا ومن كل غشنا ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكر الشر الملبس الموت، وجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة لكي ننال بغير انتراح في دينونا يسوع ربنا إرثي إيه
thoughts dream. Oh, 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 Enten di angelos e me frashi e embi e cosmos likainos. بقبلتين مقدسة يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله اسمعنا تقدموا على هذا الرسم قفوا برعدة وإلى الشرق انظروا ننصر بشفاعة والدة الإله قديسة ماريا مع أبيك صالح والروح القدس لأنك قمت وخلصتنا رحمة سلام ذبيحة الرب معك
جميعا ومع روحك أيضا ارفعوا قلوبكم هيا وعادل لأنه حقا بالحقيقة مستحق وعادل أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور والمالك والأب الساكن في الأعالي والناظر المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أما ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي خلقت به كل شيء ما يرى وما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات المقدسة أيها الجلوس الذي يقف أمامه الملائكة ورؤساء الملائكة والرياسات والسلطات والكراسي والربوبيات والقوات وإلى شرق انظار أنت والذي يقف حوله الشيروبيم الممتلئون أعينا والصرافيم ذو الستة الأجنحة يسبحون دائما بغير سكوت قائلين رسخوا من الشيروبيم يسجدون حقيقتي أيها الرب إلهنا الذي قبلنا خلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء
بل تعتنى دائما في أنبيائك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت لنا. نحن الجلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم. آمين. تجسد خالص. أنعم علينا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح جعلنا له شعبا مجتمعا، صيرنا أطهارا بروحك القدس. فيئتم من راني اتنوف اتخن بكوز مصفتي فمي ناموف ان صوتي خارون اقف مؤت اوين اورو إيري إيجون في إن أبأموني إمون إبولي تطفنتو أوي إبولي تننوبي أبشن أب إبسيت إأمنتي إبولي تن بيستابروس. السموات وجلس عن يمينك أيها الأب وحدد يوما للموجزة هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعد ويعطي كل واحد فواحد كنحو أعماله. يا رحمتك يا رب وليس يا خطايا مستريون انتبتي متفسفيز افسج غارت فقف مخايب انخم بيكو اوزموس اليسوس بستيفو جنفجيكس هو بن عطتشني ووانات صليب ووان مكاريون ووهن رفتان خون ناتي جفايب ان اومث مي آمين.
بشرب شوي ادفي هاروك بيتي فوفن يوتف نوتي او ابني بنت او اني بن اتاب شبه موت آمين اسمو اروف آمين افغير اقيا دين Even it in Ophanagios and Marcity, so an apostolo says, Oh, Ab, Evgo, Emos. Gentio, me volen hefitiro vaigar, pepa soma, etuna vash, gensinonem hankamishen sativ, Ebgo, Evolentenen novi, fai arit fe epa, ef me. الكاس أيضا بعد العشاء مزجا من عصير كرمة وماء وشكرا آمين وبركها تلاميذ القديسين غسل طارق قائلا خذوا اشربونا كلكم لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكرين هذا هو ايضا بالحقيقة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي آمين 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 بموتك يا رب نبارك أشير وبقيامتك المقدسة وصوتك
نعترف نسبح نبارك نشكرك يا رب ونتضرع إليك يا إله نم بفجن تم فیو الخنی اس موت نم بفجن شب شوی اینی فی اوی نم بفجن ام سی ساتک اوی نمیو یوت و ظهوری الثانی الاتی من السماوات المخوف المرهوب المملوء مجدا قرب لك قرابينك من الذي لا على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال اسجدوا لله بخوف ورداء نسبحك نباركك نخدمك يا رب ونسجد لك منصت آمين Ifen soma if owa benta tina ti amin o by avodze o ناس نوف في طيوت انتهت زي سيك امبري انت بالنتينا تي امين حياة ابدية لكل من يتناول منه يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا من نجد نصيبا وميراثا مع جميع قديسيك اسكن يا رب سلام كنيسك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولك سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية يا رب ارحم هذه التي اقتنيت لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل الاساقف الارثوذكسيين الذين فيها اولا اسكن يا رب ابانا الطباء المكرم
رئيس الأساقف الباب الأنبات الروس الثاني وشريكا في الخدمة الرسولية بين الأسكور مكرم الأنبامينة وشريكما في الخدمة الرسولية أبين الأسقف المكرم الأنبما قال صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا الأنبا تودروس الثاني بابا بطريرك ورئيس الأساقف أساقفة المدينة العظمى الإسكندرية ومن أجل أسقفنا المبارك الأنبا أمينة وشريكهما في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا مقار وكل سائر أساقفتنا الأرثوذكسية يا رب ارحم والذين يفصلون معهم كلمة الحق الاستقامة أنعم بهم على بيعتك المقدسة ومقاطعك بالسلام اذكر يا رب القمامسة والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة من أجل القمامسة والقصوص والشمامسة والأبزياكونيين وسبع طغمات كنيستين لا في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن ارحمنا يا الله الآب ضابطا الكون اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لك كل المواضع وكل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين صلوا من أجل خلاص العالم ومدينتنا هذه وسائر المدن والكور والجزائر والأديورا يا رب ساكنين فيها بمانيلا تفضل يا رب يا السماء سماء تزور عشوار واتحق إلى النار في هذه السنة باريكا أطلبوا على هوية السماء وثمرات الأرض وصعود المياه والأنهار والزروع والعشب ونبات الحقل في هذه السنة بارك يباركها المسيح إلهنا لتنمو وتكثر لأن تكمل بثمرة عظيمة ويتحنن على جبلة التي صنعتها يداه ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب مقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض لأرواح أرصادك سر أسمارها عد للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك لي سنتي بصلاحك
أجل فقراء شعبك من أجل أرمل واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسم القدوس لأن عين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا يكون كفاف في كل شيء كل حين نزل في كل عمل صالح يا رب اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطهم كلهم الأجر السماء صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدمتنا والذين قدموا قديسيك تفضل يا رب تذكر يا قديسين الذين أرضوك منذ البدء آباء الأطهار وأسألها والأنبياء والرسل والبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة الإله القديسة الطاهرة ما مريم التي ولدت الله الكلمة بالحقيقة قديس يوحنا الصابئ الصابئ والشهيد قديس طفانوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء ناظر إلى الإنجيل مرقس الرسول الطاهر والشهيد بطريرك القديس سويرس معلم ناديوس كورس قديس أثناسيوس الرسول قديس بطر الشهيد الطاهر رئيس الكهنة قديس يوحنا ذابي الفم قديس ثيوديثيوس قديس ثيوفيلوس وقديس ديمتريوس قديس كيرولوس والقديس باسيليوس والقديس أغريغوريوس الناطق بالإليات قديس أغريغوريوس صانع العجائب والقديس أغريغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر الذين اجتمعوا في نيقيا والمائة والخمسين بقسطنطينية ومائتين بأفسس بين الصديق العظيم أنطونيوس والبار أنبابولا ثلاثة أمام خراط القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب أبانا بأنس القمص وأبانا بشوي البار الرجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح أبانا بابولا الطموح عسقيال تلميذه سيدي الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس تسعة وأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي القديس أنبا موسى ويحنس كامل قس أبانا بدنيال القمص أبانا بيزورس القس أبانا بخونصا بشركة ودارس تلميذه أبانا مشهور رجل دوعدين وأنبوي صلاة الميذ أبانا إنباء إبراهام سقفي مجيزة أبانا متكلم من ثلاثي بقصة أبانا بصمين المعترف يوسوس وأبولو تلميذة أبانا القديس العظيم البابا الأنباء كيرلس السادس وأبانا القديس العظيم أبونا بيشوي كامل أبونا يوسوس الأنطوني القديس العظيم حبيب جرجس رئيس الشمامسة كل مصافي قديسي قبل الذين بسؤالاتهم وطل باطم رحمنا كلنا معا قزنا من أجل اسمك القدوس الذي دعى علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا البطارق القديسين الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا
خطايانا. بركاتهم المقدسة فلتكن معنا. آمين. المجد أبو يا رب لك المجد يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب باركنا يا رب نايهم. آمين. اللهم يا رب نذكرك أنفس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين الذين رقدوا أثنائهم في الكهنوت والذين في كل ضابة العلمانيين. وضل يا رب أن تذكر أنفس عبيدك الذين انتقلوا حديثا حنان إبراهيم وديع أمين كرم مجدي جوزيف عوض مشيل عوض. أنفس عبيدك الذين لهم تذكار الأربعين جرجس جوهر والذين لهم تذكار السنة شاكر اسكندر خير غبريال فضيلة يعقوب إبن خير سليم وصف إبراهيم لطفي صبحي فوزي فوزي يا زكي نبيل أبي شاي ميري يعقوب ميري يعقوب عادل تواطرس مينا تواطرس نور لمعيني إنجلي ديمتري رشدي رؤوف مريا رؤوف سمير لبيب منير لبيب لبيب توفيق نبيل لبيب خليل نبيل لبيب نيا نفوسهم جميعا في عهد أبانا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب لهم في موضع خضرة رمى الراحة موضوع الذي يهرب من الحزن وكافة تناوت في نور قديسيك. كيريا ليسون رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع. ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك ونعم لنا بسلامك. إلى التمام كما لكي يبقى هذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء الكريم والمبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدس سلام لجميعكم ولروحك أيضا بالنقود مار شبع موتن تطفئ مفنوتي ببان تكراتور فيوتم بن شيسا وبن نوتي وبن سوتيريسوس بآخر استجع فثر ارقب ام بشا انتينو اي اوهي ايراتين
empai ma es awafoi owo efoi ennji epshoi owo eshemshi empefra es awab ensov un marenti ho erofoposente vaitenen emepsha Enti me te shvir nem te metalipsis ente nev mesterion en no O ti owohen athmo Amin Bis Thoma eth oab Sin oshem bek soma eth oab Christus in Jabi Pantocrato Repsaise Penuti Amin Amin E Prosevex Asti Irie Leiso نسبح ونمجد إله الآلهة ورب الأرباب الذي تجسد من القديسة مريم ولدته في بيت لح وإذا ملاك الرب قد ظهر للرعاة وبشرهم بميلاده العجيب فأتوا ونظروا الذي رأى المجوس نجمه فأتوا وسجدوا له وقدموا له هدايا يا رب رحام الذي أتى إلى أرض مصر ثم عاد وسكن في ناصرة الجليل الذي نام قليلا قليلا بشبه البشر بغير خطية وحده الذي أتى إلى الأردن واعتمد من يوحنا السابق الذي صام عن 40 يوما و40 ليلة بسر لا ينطق به كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام الذي سير الماء خمرا بقوة لاهوت في عرس قانا الجليل الذي أعطى النظر للعميان وجعل العرج يمشون والشلة يصحون والبرص يطارون والصم يسمعون والخرس يتكلمون والشياطين يخرجون الذي أقام ابن الأرملة بنيين وابنة يايروس تجلى على جبل طابور قدام تلاميذ القديسين وأضاء وجهه كالشمس الذي أقام لعازر من القبر بعد 4 أيام الذي دخل أورشليم راكبا على أتان وجحش ابن أتان مثل ملك كيريا ليسون يا رب رحام الذي عاهد تلاميذ القديسين وأعطاهم جسر مقدس ودمه الكريم لغفران الخطايا للصلب عنا على الصليب وسحق الشيطان وضع في القبر وعلى 3 أيام قام من بين الأموات الذي رأى تلاميذ المختارون على بحر طبرية بعد قيامته المقدسة بعد 40 يوما صعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي الصالح وأرسل لنا الروح المعزي مثل ألسنة نار الذي علم تلاميذه المختارين والرسل القديسين قائلا لهم متى صليتم فاطلبوا هكذا وقولوا أبانا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة
لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. In Christus Jesus ben chois eklina اذكر الضعف ايضا وفي لي خطايا الكثير من اجل خطايا ايضا نجاسات قلبي لا تمنع شعبك نعمه روحك القدوس حالنا وحال سائر شعبك من كل خطيه من كل لعنه من كل جحود. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد مقدس الجامع الرسوليه هذه الكائنه من اقاصي المسكونه الى اقاصيها. اذكر يا رب ابانا البطريرك البابا انبتا ودرس الشريك في خدمه الرسول بين اسقف انبا مينا حفظا حفظهم لنا سنين كثير وازمنه سالمه هادئه مديده. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها ونصح حقا ومع روحك ننصت لخوف الله امين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم طاقيتي Χριστός ή ο Θεός αγιασμός εμπνεύμα αγιών αμήν Ιησούν Αγίος Βατήρ Ιησούν Αγίος Θεός εν το Παναγιόν εμπνεύμα Χριστό το Υιό το Θεό ημών αμήν.
النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم جعل واحدا مع لاهوته بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا بالحقيقي أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن
أن هذا هو بالحقيقة آمين. آمين 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 أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم. رتلوا بنشيد هللويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من أجل هذه الأسرار المقدسة الطائرة السمائية. يا رب ارحم مقصاصيك ريذك صار بسم الرب مبارك لاتي بسم الرب او يا الليلو او يا يسوع سبقرس توسف شيري Afetchi sarex tenti karthe eno. Oh, yeah, Jesus.
قدوس بكريستوس بورو إن تاب أو أطن في إيفول فني إثمو Yeah.
Hallelujah. Jesus be Cristo se boro. Alleluia, Alleluia.
المسيح ابن الله تجسد من العذراء سبحوا في جلس قوتي سبحوه على مقديرته هللويا هللويا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات سبحوك كثرة عظمتي هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله من العذراء سبحوه بصوت البكاء هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله ولد في بيت الله سبحوا بمزمار وكفار هللويا هللويا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات سبحوه بضفوف وصفوف هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله تجسد من العذراء سبحوا بأوتار وأرغون هللويا هللويا يسوع المسيح ملك الله ولد في بيت الله سبحوه بسنوج حسنات السوء هللويا هللويا يسوع المسيح ملك المجد قام من بين الأموات سبحوا بسنوج التليل هللويا هللويا يسوع المسيح ابن الله
جسد من العذراء كلنا اسمى فلتسبح اسم الرب لهنا هللويا إيسوس دي كريستوس بشيري مفنوتي في طاب ماس كين بيت لئم اكسابك Onastone onun amin Alleluia Isus de Christos ebshiri emefnuti afet shisarex entipar tenor Alleluia تفضلوا استريحهم. بنشكر ربنا كثير خالص على البركه الكبيره اللي احنا اتمتعنا بيها النهارده بتشريف صاحب النيافه الحبر الجليل المحبوب لقلوبنا كلنا نيافه الحبر الجليل انبا مقار. وبرضو عايز نفكركم ان بكره ان شاء الله بنعمه ربنا في قداس من 7:30 ل10 وزي ما احنا قلنا لكم في الفتره اللي فاتت فيه يعني الوقت ده فرصه حلوه ان احنا كلنا نتمتع بصوم الاربع والجمعه. انا عايز اقول لكم يعني زي ما سيدنا بيعلمنا ان صوم الاربع والجمعه من طقس الصيام الكبير يعني ما نستهنش بيه. ويعني اخطيت سيدنا ما نقلبش الحكايه 50 على طول. يعني الوقت ده لغايه الصيام الميلاد كل اسبوع فيه ايه؟ فيه يا جماعه صوم الاربع والجمعه وبركه كبيره ان احنا كلنا نلتزم بيه وناخد بركته. انا عايز نقول لكم كمان فرصه ان احنا بنعلم ولادنا الصيام من وهم لسه صغيرين. زي ما احنا عارفين الايام دي هيبتدي السنه الدراسيه الجديده. وبالمناسبه دي بنفكركم اي حد انترستد لسه ان يسجل في فلوباتير كريستيان كوليدج من بريجي كي لغايه جريد 12 يقدر يكونتاكت المدرسة على طول ويسجل. النهارده معانا الأخ شريف من ميسيساغا كارير كوليدج هيدينا فكرة عن حاجة مهمة قوي أرجوكم كلكم يعني تركزوا فيها لأن ده موضوع يعني كنا نفسنا فيه من سنين طويلة. فياريت كلنا نحتفظ بالهدوء كده ونركز مع الأخ شريف. هيخش شريف فين؟ كان برانا ميوت فز مروت نجي بنوت بيوت بيبن تكراتور امين جنيس شيري سوز بخصو بالجويس امين فز مروت نجي بنف ما اسوا بركتور امين مجدا واكرام اكرام يا ملك سكورنا امام القصرنا بانجيلوس انت تايسيسية يوغم مدخني افنوتي مدخني 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 رومي المجد لله في العالي وعلى ارض السلام وبالناس المسره امين الليل يا دوك سابت ريك
Agiob nev mati kenin kai kestos e onaston onon aminten oshe volengo e moshe oben shoyz Bechrestos efshirie mifnot yavet shesarex Chinti parthenos asmas finjeti barthenos Bitle emintiti yuzi afton fivol chnithmut Emma shom sotim mono wonainan Akichit charis emmoy sistimet Owi bintemil shisedek Bekatu yetzot bente David, Sofie, ente Solomon. Ebshoy sefiare, bonchenim ebtao, eratfim biniot ettayot, rar sheref sebaba, vatao adros. Nem biniot nebis kobos ava, makar, if not in tetve. In tefte vio en nuga jitiro sabi sit in nu et shalav gen kole O eri nikata bifnishti inna I kirie leison Kirie vlogi son amin smu eroi esti metania koniev Wambi esmu بركة والدة القديسة الطاهرة مريم أولا وآخرا بركة البابا أثناسيوس صاحب هذه البيئة بركاتهم مقدسة نعمتهم هباتهم تكون معنا إلى أبد أمين بيه خريستوس بن نوتي أمين سيشوبي ابقورون تتيرين موينان تكريس امنان تكريك النوفن عن فول جسوك تتقومن بهون بزمون بأماشا يعني امين اللهم اجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين قبل سيدنا ما يصرفنا بس نحب نهني أبونا المحبوب أبونا أنجيلوس امبارح كان السنة 44 لعيد الرسامة بتاعه ربنا يديمه لينا ويديم كهنوته لينا أكسيوس بنيوس Angelos bi higo omeno Wala al-mahabbat Allah ala abna amat ibn hachirkat mawhibat wa atatkum maa jamiakum imdu bisalam salam al-rabbi akun maa jamiakum wa maa ruhika aydan
من فضلكم يا جماعة تسيبوا الكنيسة بقى عشان في فرح وعايزين يجهزوا القاعة لو سمحتوا.